لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مرشح تحالف عزم عن الدائرة الرابعة تسلسل 42 في ديالى الشيخ صلاح مزاحم الجبوري. مرحبا بك سيدي. بداية سيد مزاحم، كيف تقيمون الدعم العشائري والجماهيري في الدائرة الرابعة لمرشحي تحالف عزم، وكيف لمستموه، وهل سيترجم هذا الدعم عبر صناديق الاقتراع في العاشر من تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكرام. تحالف عزم تحالف كما ذكر الشيخ الخنجر، تحالف سياسي الهدف الأساسي له هو حقوق الشعب العراقي جميعا وحقوق شعبنا في محافظاتنا المحررة. من نلاحظ من خلال جولاتنا يعني ما بين المجتمع وبين العشائر بأن هناك دعم كبير لتحالف حزم بصورة عامة في المحافظات، وفي محافظة ديالى على وجه الخصوص بأن تحالف حزم هو يتقدم التحالفات اللي موجودة من خلال دعم الجماهير له وخاصة مرشحيه، وتحديدا في الدائرة الرابعة. يوم أمس لاحظنا برسالة واتساب نوهنا بأن السيد خميس الخندر سيأتي في زيارة مفاجئة لناحية قرتبة وتحديدا في مضيفنا. لاحظنا يعني المئات قد تجاوز الألف أو الألفين من الداعمين استقبلوا الشيخ خميس الخنجر، وهذا واضح بأن هناك تفاعل وتناغم وإيمان بمشروع عزم في هذه الدائرة الانتخابية لدعم عزم ودعمنا كمرشحين عن هذه الدائرة تحت تسلسل 42. ونعتقد بأن صناديق الاقتراع هي من ستثبت هذه الحقيقة التي نتكلم عنها. نعم سيد الجبوري، مثلما أشرت الشيخ الخنجر قال إن النظام الانتخابي الحالي سيؤسس لعرف ربما سياسي جديد، هل سينتج هذا النظام شخصيات قادرة فعلا على خدمة أهلها والنهوض بواقع مناطق الدائرة الرابعة بالخصوص؟ نعم بالتأكيد، عندما قانون الانتخاب الجديد هو قانون الدوائر الصغيرة أو يعني الدوائر أربع دوائر في محافظة ديالى، بالتأكيد لأن هذه الدائرة وتحديدا الدائرة الرابعة عندما يتصدى يعني مرشح ويتم انتخابه من قبل أهله وناسه في هذه الدائرة اللي يكون هو ممثلهم، بالتأكيد هذا سيأتي بثمارة لاحقا على هذه المنطقة وعلى المحافظة بصورة عامة. نعم النظام الانتخابي الجديد هو يؤسس لمرحلة جديدة، قد تكون مرحلة تأسيس تختلف عن 18 سنة الماضية، وربما هذه المرحلة أيضا ستستمر لعشرات السنوات. فلذلك نقول بأن ما يكون الاختيار صحيح للشخص المناسب والقائمة المناسبة للنظام لبرنامجها السياسي، بالتأكيد هذا سيخدم المجتمع في هذه الدائرة والدوائر الأخرى. نعم مرشح عن تحالف عزم عن الدائرة الرابعة تسلسل 42 في ديالى الشيخ صلاح مزاحم الجبوري، شكرا جزيلا لك.